صباح الفل، مساء الفل، حسب الوقت اللي انت بتتفرج عليها فيه. النهارده ان شاء الله اللي احنا جايين نسلم الهديه للفائزين معانا. معايا فارس ومعايا محمد حسن. منين يا فارس؟ انا مريم. انا مريم. منين؟ عابدين. احسن ناس نور علينا الدنيا، قسما بالله السحب بتاع عشوائي. انا ما اعرفش لا فارس ولا اعرف اخترت اسمين كده اهو، فهم من نصيبهم ومن نصيبهم، فاحنا ان شاء الله يعني ايه حصل لعيب المره القادمه للناس اللي هي كانت مشتركه واللي هي كانت نفسها تكسب ان شاء الله، اللي جاي هيكون احسن من كده. طيب في اتنين صواف، في اتنين قشر بنادق. طب انت هتعمل ايه ولا عشان خاطر ايه القصه دي هتحلها مع الناس دي ازاي؟ هحلها مع الناس دي اللي انا كاتب واحد وكاتب اتنين، هم ورقتين عامل لهم نظام ورق. فواحد ده مثلا القشر بنادق، اتنين الشغلين الصواف، فانا الورقتين مطبقهم وعاملهم، فهم هيسحبوا مني الورقتين، هم هيسحبوا كل واحد فيهم ورقه وهم ورزقهم. فارس طلع واحد قشر بنادق، اتنين الزغلولين الصواف. الله يبارك يا ابو معاهم طبعا اصحابهم كده ورا الكاميرا. يلا يا باشا خد لك الصوره كده، وقف كده يا جدع، وان شاء الله اللي جاي احسن. انتظرونا من جديد لجديد. يلا يا عم الشايلتين اهو. هاتهم بس كده وانت بتحطهم. معلمين حاجة تاني؟ تشرفت بيك يا معلم. حبيبي يا معلم فارس. ماشي يا حمار. ابو علي حبيبي اسمك كريم ايه؟ ماشي يا معلم، نورت الدنيا يا كبير في رعاية الله. خلاص وربنا يرزق الناس كلها ويوفق الناس كلها. حظ سعيد بقى المرة القادمة للناس اللي ما كسبتش معانا او ما فازتش معانا في اللي هي المرة دي، فان شاء الله يعني تتعوض ان شاء الله في مرة جاية. فهي الغرض انت فاهم والله العظيم، عشان برضو ايه الناس تبقى فاهمة الكلام. انا والله ما اعرف ولا اعرف ده ولا اعرف ده، بس هو السحب طلع عشوائي، فربنا يبارك لهم. فالحمد لله احنا الكلمة اللي بنقولها بننفذها. فانا الناس اللي هي كانت كاتبة كومنتات، في كومنتات عجبتني قوي، بس والله العظيم هو نصيب. فان شاء الله مش لازما ان الواحد كل حاجه يعملها صور، في حاجات الواحد بيبقى يعملها ان شاء الله يسلم المبتدئين، ان شاء الله يمسك الناس حمام، برضه دي حاجه انت بتعملها بينك وبين ربنا. فمش لازما اللي هو يبقى ظاهر قدام الناس، مش لازما ان انا مصور الفيديو ده عشان خاطر اللي انت تعرف مصداقيه الكلام اللي الواحد بيقوله. فاحنا عشان خاطر احنا قلنا كانت على عهد، فاحنا طلعناهم على عهد. فالناس اللي هي ما كسبتش معانا في بعض من كام واحد كده، فان شاء الله ده دعم مني ليهم، بعيد عن اي حاجه، بعيد اللي انا اصوره واقول له تعالى انت كسبت معايا الكلام ده، لا ده حاجه بيني وبين ربنا. فان شاء الله انتظرونا من جديد لجديد. كان معكم كنتو ادب، والسلام عليكم ورحمه الله.